السائل عين ميم من المنطقة الجنوبية يقول: نحن بدو في البر والماء يبعد عنا 50 كيلو مترا تقريبا، ونجلب الماء لأهلنا على السيارات ونسقي الإبل والغنم، فهل يجب علينا الوضوء والغسل من الجنابة وبعض بيوتنا فيه 10 أفراد والبعض أكثر من ذلك، أم يجوز لنا التيمم؟ إذا كان الماء لا يكفي لحاجتكم وللطهارة فإنكم تقدمون الحاجة وتتيممون للصلاة. إذا كان الماء قليلا حاجة للأكل والشرب؟ لا يكفي للحاجة للأكل والشرب وسقي البهائم فإنكم تقدمون الحاجة وتتيممون للصلاة، لأنكم في حكم العادم للماء. أما إذا كان الماء كثيرا يتسع لحاجتكم وللوضوء فإنه لا يجوز لكم التيمم، لأنكم واجدون للماء. الله تعالى يقول: ألم تجدوا ماء فتيمموا. الواجد للماء يجب عليه استعماله في الطهارة. إذا كان فيه وفر يكفي لحاجته ويكفي لطهارته فإنه لا يجوز له التيمم، بل تجب عليه الطهارة بالماء. نعم. هل يكون من وجود الماء وجود السيارة عندهم وأن المسافة 50 كيلا؟ ما يلزمهم أنهم يروحون يروون من أجل الطهارة، ما يلزمهم هذا، لكن لو فعلوا جابوا ماء كثير فإنه لا يجوز لهم التيمم. نعم. أحسن الله.